السكشن الثالث بالنسبة لنا النهاردة بنتكلم على حاجة اسمها Water Quality Barometers أو معاملات نوعية المياه، معاملات نوعية المياه الـ Water Quality Barometers. طيب احنا دلوقتي وصلنا لفين؟ احنا كنا اتكلمنا في الأول خالص في المنهج على أنواع أو أشكال تواجد المياه في الطبيعة، بحيرات، أنهار، مياه جوفية إلى آخره. وبعدين اتكلمنا على بعد كده على الووتر كواليتي تشالنج اللي هي البوليوشن، اتكلمنا على انواع ومصادر واسباب التلوث والاثار بتاعه التلوث. بس جينا في اخر سيكشن بتاع المواد واتكلمنا على سؤال مهم قوي وسالناه لنفسنا، هو انا ازاي اقدر اقيس التلوث ده؟ ازاي اقدر اقيس تلوث الميه؟ ازاي اقدر اقول الميه اللي ماشيه جوه التبعه او جوه البحيره او موجوده في البحيره او موجوده على الشط، ازاي اعرف ان الميه اللي جوه الحاجات دي اعرف انها نظيفه او انها ما فيهاش تلوث او فيها تلوث؟ عشان نعرف الكلام ده لازم ندرس حاجه اسمها الووتر كواليتي بارامترز، او ندرس حاجه اسمها معاملات. البارامترز دي معناها معاملات او خصائص نوعيه المياه، ووتر كواليتي. وندرس كمان حاجه اسمها الستاندرز اللي هي المواصفات القياسيه او الكود بتاع الووتر كواليتي. يبقى احنا عشان نعرف هل الميه اللي قدامنا دي، كوبايه الميه اللي انا بشربها، الميه اللي انا بزرع بيها، الميه اللي انا بدخلها معايا في الصناعه، هل هي ملوثه او لا، لازم ادرس حاجه اسمها الووتر كواليتي بارامترز او معاملات نوعيه المياه. احنا كنا اتكلمنا دايما في السكاشن اللي قبل كده على الهيدروجين بايه. النهارده هنبدا في اول مره نتكلم على حاجه اسمها ضبط جوده الميه. فقبل ما نبدا نتكلم على الووتر كواليتي بارامترز دي، لازم افهم يعني ايه الاول الووتر كواليتي، يعني ايه جوده ميه، يعني ايه حاجه اسمها جوده ميه. طبعا جوده ميه دي يعني ساعات بنسميها جوده ميه، ساعات بنسميها نوعيه ميه، هي نفس المسمى بكلمه واحده اللي هي الووتر كواليتي. فيعني ايه جوده ميه؟ حد فاكر يا جماعه؟ حد فاكر؟ احنا عرفنا التعريف ده في اول سيكشن خالص. حد فاكره؟ فاكر يعني ايه جوده ميه او يعني ايه ووتر كواليتي؟ لو فتحنا اول سيكشن خالص، لان ان احنا كنا عرفنا او اتكلمنا على حاجه اسمها ووتر كواليتي كنترول، ضبط نوعيه المياه. لو حد عارف الاجابه ممكن يرفع ايده. حد عنده اجابه؟ انتوا معايا يا جماعه ولا نايمين كلكم ولا ايه؟ أنا مش محمد؟ هون. اه ماشي ماشي يا محمد. في حد فاكر يعني ايه ووتر كواليتي؟ حتى لو الاجابه غلط ما عنديش مشكله، او يعني ايه جوده ميه، او يعني ايه نوعيه ميه. محمد طارق، اتفضل يا محمد. هو على حسب ما انا فاكر هندسة، هو اه يعني كفاءة مصدر المياه للاستخدام بتاعي، على حسب انا آه. عايز المياه دي في ايه. تمام، انت قربت جدا من الصح. احنا بنقول ان ماشي، شكرا يا محمد. احنا بنقول جوده الميه دي يعني عباره عن ايه؟ يعني بنقول مدى ملائمه خصائص الميه لتكون مناسبه للاستخدامات المختلفه. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا عندي نهر مثلا كده وفينا جنبيه اراضي زراعيه، فانا باخد منه الميه عشان اسقي بيها الارض الزراعيه دي. فانا بقول لو انا عايز ادرس الووتر كواليتي، يعني بعمل ايه؟ يعني بقول ان الميه اللي ماشيه جوه التبع دي هل هي ملائمه او مناسبه ان انا استخدمها في الزراعه؟ لو هنا في مجموعه من البيوت، الناس اللي عايشه جوه العمارات السكنيه او في اي في فيلل او في اي مكان في المنطقه دي، هل ميه الشرب اللي ياخدوها طبعا بعد عمليه التحليه هتبقى مناسبه للاستخدام ولا لا؟ لو في مصنع هنا مثلا، المصنع ده بياخد برضه من ميه عشان يعمل عمليه تبريد، هل الميه اللي هتطلع من التبعه دي وبعدين هستخدمها في تبريد المكن، هل هي صالحه للاستخدام او لا؟ هي دي جوده الميه، ان انا بشوف مدى ملائمه خصائص الميه بتاعت التبعه دي من حيث الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه والبيولوجيه اللي احنا هنتكلم عنها كمان شويه، عشان اقدر استخدمها في الاستخدامات المختلفه زي الشرب، زي الزراعه، زي الصناعه، زي الترفيه، زي مثلا العلاج. حتى احنا في مثلا في ميه اسمها الميه البكتيريه او عيون موسى، الناس بتروح هناك
عشان يحصل عمليه استشفاء او علاج من بعض الامراض. فهل الميه دي هل دي صالحه للاستخدام ده او لا؟ لازم ادرس حاجه اسمها الووتر ايه؟ الووتر كواليتي. ده العلم اللي انا عن طريقه اقدر اقول الميه دي صالحه للاستخدام في بند معين ولا لا؟ عن طريق دراسه ايه؟ دراسه الخصائص المختلفه سواء كان فيزيائيه او كيميائيه او بيولوجيه. دي اسمها الووتر كواليتي. طب ايه بقى الفرق ما بينها؟ ايه الفرق ما بينها وما بين الووتر كواليتي بارامترز اللي احنا المفروض ده درس النهارده او ده سيكشن النهارده. ووتر كواليتي بارامترز او معاملات نوعيه المياه. ساعات في الامتحان يسالني يعني يقول لي يعني ايه ووتر كواليتي بارامترز او يقول لي يعني ايه ووتر كواليتي كاباستكتس او خصائص نوعيه المياه او يقول لي الووتر كواليتي بروبرتيز او الووتر كواليتي انديكيتورز. كل دي معنى واحد بس لكلمه واحده اسمها معاملات او خصائص جوده المياه او خصائص نوعيه المياه. فيعني ايه بقى معاملات او خصائص نوعيه المياه؟ هي المعاملات دي هي الفيزيائيه والكيميائيه والبيولوجيه. هي دي الووتر كواليتي بارامترز. هي دي احنا مثلا لو انا مثلا عايز اعرف مثلا انا جبت اشتريت مثلا تلفزيون في جديد في البيت وعايز ادرس الخصائص بتاعته هعمل ايه؟ هروح او بيشتغل ازاي او مثلا ازاي اقدر مثلا اتعامل معاه بعمل ايه؟ بفتح الكتالوج بتاعه واشوف مثلا طريقه التشغيل، اشوف مثلا ازاي اقدر اظبط التبدل الارضي مثلا او ازاي اقدر اظبط مثلا انا اوصله باي بفلاش او بعمل حاجه. كل الحاجات دي تعتبر خصائص للتلفزيون. نفس القصه في الميه. الميه ليها مجموعه من الخصائص، مجموعه من المميزات اللي بتميزها عن اي سائل تاني. ايه هي الخصائص دي؟ هي الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه والبيولوجيه. فاحنا بنقول ان المعاملات جوده الميه دي عباره عن ايه؟ عباره عن الصفات المميزه للميه، الصفات اللي بتدي الميه ميزه عن اي حاجه. الصفات دي بنقسمها لثلاث انواع، فيزيائيه هندرسها لوحدها، هيدرس الخصائص الفيزيائيه لوحدها والخصائص الكيميائيه لوحدها والخصائص البيولوجيه لوحدها. ليه بدرس الخصائص دي؟ عشان في الاخر اقيس مدى كفاءه المصدر المختلف، المصدر اللي انا مثلا شغال مثلا على تبعه، شغال على مصرف، شغال على بحيره، شغال على خليج. عن طريق الووتر كواليتي بارامترز دي اللي انا بطلعها من المصدر اقدر ادرس كفاءته. طب مين اللي يقدر يقول ان كفاءته عاليه او لا؟ ان انا بقابل الخصائص دي الفيزيائيه والكيميائيه والبيولوجيه بالمعايير او المواصفات القياسيه. بكود، عندي كود معين، الكود ده بيقول لي المفروض ان الخصائص الفيزيائيه تكون من 0 لـ 5، الخصائص الكيميائيه اي نوع من الخصائص الكيميائيه لازم تكون من كذا لكذا، الخصائص البيولوجيه من كذا لكذا. ده الكود او ده اللي احنا هنتكلم عنه كمان شويه اللي بيقول لي المايه دي كويسه ولا لا. فلو انا جيت اعرف يعني ايه كواليتي بارامترز هقول دي الصفات اللي بتميز المايه سواء كانت خصائص فيزيائيه او كيميائيه او بيولوجيه عشان ادرس واقول ان المصدر الميه اللي انا بستخدمه ده سواء كان تبع او مصرف هل هو صالح للاستخدام او لا عن طريق مقارنه الخصائص دي بالمعايير او المواصفات الايه؟ القياسيه. تمام كده؟ فدي بنسميها الووتر كواليتي بارامترز. طيب في بقى اللي احنا قلنا في الاخر ان انا بقارن الووتر كواليتي بارامترز دي بحاجه اسمها المعايير او المواصفات القياسيه. فده تعريف تاني ممكن يجي في الامتحان يقول لك عرف الووتر كواليتي ستاندرز او المواصفات او المقاييس القياسيه او المواصفات القياسيه لنوعيه المياه. حد يعرف ايه هي المعايير او المواصفات القياسيه لجوده المياه؟ او مين اللي بيحط المواصفات دي؟ يعني سؤال اسهل شويه، مين ممكن يحط المواصفات او المعايير بتاعه جوده المياه؟ هل هو مثلا الكليه هي تحط ده ولا الشركه مثلا بتاعه المياه والشرب ولا مين ممكن يحط لي معايير او مواصفات اقدر اقول ان جوده المياه دي كويسه او وحشه؟ حد عنده اجابه يا جماعه؟ حتى لو غلط ما عنديش مشكله، بس عايز الناس يعني نتكلم مع بعض. منظمات دوليه زي الفاو مثلا وممكن الاكواد العالميه. مظبوط، يعني في منظمه تكون منظمه يعني معترف بيها هي اللي تقول لي ان الميه دي الجوده بتاعتها او ان خصائصها تكون كويسه من كذا كذا، الرينج بتاعها من كذا كذا. زي مثلا يعني في حاجه اسمها الكود المصري بتاع التصميم بيقول لي ان عمق الكاميرا مثلا بتروح من كذا لكذا، او انا لما اجي اصمم العمود لازم يكون التسليح او المسافه بين السيخ والسيخ 150 مللي وهكذا. يعني هو اللي بيديني مواصفات اقدر اشتغل من عليها. تمام كده ماشي. طيب اتفضل بعد اذنك انا هستاذن انا عشان عندي حاله وفاه بس. اتفضل.
البقاء لله يا محمد، البقاء لله، اتفضل. طيب لا اله الا الله. طيب فده المعايير او المواصفات. محمد احمد السعيد، اتفضل يا محمد. هندسة، هو حضرتك مشير حاجة؟ اه طبعا انا مش من الاول. أنا عندي الصورة ظاهرة صور بس ومش ظاهر أي حاجة تانية. لا ممكن ترجع تاني يعني ممكن تطلع من الميتنج وتدخل تاني لو في مشكلة، لكن تمام. انا فاتح حتى الموبايل جنبي فشايف اللي بيتعرض عادي مظبوط يعني مفيش أنا مشكلة. عندي مش راضي يفتح أصلا من الموبايل ومن اللاب، مش ظاهر صور بس، هجرب أطلع وأدخل تاني. اطلع تاني ماشي. طيب فلو قلنا يعني ايه بقى معايير مواصفات قياسيه، بنقول دي المقاييس الثابته اللي بتحدد مدى ان جوده الميه او نوعيه الميه دي صالحه للاستخدام. دي مقاييس يعني احنا مثلا عارفين مثلا ان البي اتش مثلا اللي احنا ممكن نشربه او يعني الميه البي اتش بتاعت الميه اللي انا اقدر اشربها لازم تكون متعادل، ما ينفعش اشرب ميه حمضيه وميه قاعديه. مين اللي قال ان البي اتش لازم تكون بتساوي 7؟ هي المقاييس الثابته دي، ان الرقم ده يكون 7 مثلا، يبقى الرقم ده بالنسبه لي انديكيشن او يدل على ان الميه صالحه للاستخدام في ميه الشرب مثلا. الحاجه الثانيه برضه هي بتقيس مدى انحراف نوعيه الميه على الغرض المحدد، يعني لو البي اتش مثلا بتاع الميه، انا يعني عندي كوبايه ميه هنا ووديتها المعمل ورحت حسبت البي اتش طلع عندي مثلا بايه ب4، هل ينفع اشرب الميه دي ولا لا؟ حد ممكن يجاوبني؟ ممكن لو انا خدت كوبايه ميه ورحت بيها المعمل وقست البي اتش طلع 4، ينفع اشربها؟ لا طبعا، لا طبعا. طب ليه؟ مين اللي قال لك ان ما ينفعش اشربها؟ مين اللي قال لي ده؟ متعادل. اللي انا اشرب ماء متعادله، اللي قال لي ده هو الووتر كواليتي ستاندرد، هي المقاييس والمعايير الثابته اللي قالت لي القصه دي. 4 دي هي انحرفت عن 7 بمقدار مثلا 3 4 ارقام مثلا. الانحراف ده اللي بيوضحه مين؟ بيوضحه برضه المواصفات او المعايير القياسيه للماء. طيب دي بتتنشر ازاي؟ عن طريق مجموعه من القوانين، يعني في قانون بيتحط الدوله بتحطه، يعني مثلا مصر في قانون مشهور جدا اسمه قانون 48 سنه 84. القانون ده هو اللي بيقول لي بالظبط ان الميه صالحه للزراعه لازم تكون في حدود كذا كذا من حيث الخصائص الفيزيائيه او الخصائص البيولوجيه او الكيميائيه. يبقى دي قوانين بتحطها الدوله، بيحطها مثلا وزاره البيئه الموجوده جوه الدوله، بيحطها مثلا المنظمه المسؤوله عن البيئه جوه الدوله او المنظمه المسؤوله عن الري جوه الدوله، او تشريعات من مجلس الشعب نفسه او المجالس النيابيه الموجوده في اي دوله تطلع وتجتمع مثلا بالخبراء في المجال ده ويحطوا تشريعات او قوانين بتحدد المواصفات اللي لازم الميه تكون فيه. طب مين اشهر الووتر كواليتي ستاندرز؟ عندنا كتير جدا، والسؤال ده بيتسال لازم يتسال في الامتحان، يعني اي امتحان دكتور هتنزله او امتحان هتحله في الميد تيرم او فاينل بتلاقي السؤال ده. بيعمل ايه؟ بيجيب لك الاختصار ده، يقول لك ده بيمثل ايه او ده بيعتبره ايه. فاول حاجه عندنا حاجه اسمها ال WHO او منظمه الصحه العالميه اللي هو World Healthy Organization. طبعا احنا المنظمه دي سمعنا عنها مؤخرا بعد موضوع الانفلونزا، بعد موضوع الكوفيد 19، وكنا دايما بنسمع بيانات كتير عنها، بس هي منظمة خاصة بأي حاجة لها علاقة بالصحة، مية، هواء، أي أكل، أي حاجة، أو طبعا لو في أمراض أو أي حاجة. فمن ضمن المنظمات اللي بتحط شروط في المواصفات بتاعة المية هي منظمة الصحة العالمية. السؤال في الامتحان بيجي ازاي؟ يقول لك الاختصار ده باختصار ايه؟ لازم تكتب له الاختصار ده بالانجليزي او بالايه؟ او بالعربي. يفضل بالانجليزي يعني عشان يبقى انت ايه عارف ان دي اختصار اول 3 حروف، اول حرف عفوا من الثلاث كلمات. عندنا برضه في منظمه ثانيه او وكاله ثانيه هي الاي بي اي اللي هي يو اس اي انفيرمنتال بروتكشن اجنسي او وكاله حمايه البيئه الامريكيه. دي منظمه امريكيه موجوده في امريكا، هي المسؤوله الاساسيه عن وضع التشريعات والقوانين واللوائح وكل حاجه الخاصه بالبيئه الامريكيه، الخاصه بالميه لازم تكون مواصفاتها عامله ازاي. لو في حد في امريكا عايز يشوف مثلا البي اتش بتاع الميه عامل ازاي، يفتح الكود ده. العقاره الموجوده في الميه لازم تكون من كام لكام، لازم يفتح الكود او يفتح التشريعات اللي بتحطها المنظمه دي. عندنا برضه منظمه زي الفاو اللي هي الفود اند عايزك بس اتفضل. يبقى بتكون المنظمات دي كلها بتكون خاصه بمياه الشرب بس، ولا كل المياه اللي هي بتاعت مثلا الزراعه كله؟ كل حاجه، مش شرب بس، كل واحده فيهم
بتقول لي مواصفات الميه اللي انا اسقي فيها بس اسقي بيها الارض عامله ازاي، مواصفات الميه اللي انا ممكن اشربها عامله ازاي. بس طبعا ممكن ساعات مثلا يعني مثلا منظمه الصحه العالميه هتبقى مهتمه اكتر بايه؟ انت متخيل بيبقى مهتم اكتر بايه مثلا؟ ماء الشرب يعني الله ينور عليك. أسئلة خارج سيد. هتبقى مختصه اكتر مثلا بمية الشرب مثلا، بيهتم بيها اكتر مثلا حاجه تانيه. بس لا، اغلب المنظمات دي بتشتغل على كل انواع الميه او كل استخدامات الميه الممكن. زي مثلا الفاو اللي هي الفود اند اجريكلتشر اورجانيزيشن اوف يو ان، اللي هو الامم المتحده، دي منظمه الاغذيه والزراعه برضه بتحط. يعني انت لو دخلت الموقع بتاعها، في من ضمن التبويبات الموجوده في حاجه اسمها ووتر كواليتي بارامترز او ووتر كواليتي ستاندردز او الجيد لاينز او الارشادات بتاعه جوده الميه المطلوب تكون فيها. عندنا برضه حاجه اسمها الاي اي اي اي، ودي اللي هي المصريه اللي احنا بنسميها انفيرمنتال ايجيبشن اوثري افيرز، او جهاز شؤون البيئه التابع لوزاره البيئه المصريه. ده اللي وزاره البيئه المصريه انشات الجهاز ده عشان الجهاز ده يكون هو بس متولي فكره كل الاجراءات والقوانين والتشريعات واي حاجه ممكن الدوله هتصدرها، هو بيبدا يشتغل عليها، هو بيبدا يدرس بالظبط المفروض ما تكون شكلها عامل ازاي عشان اقدر اقول انها تستخدم في الشرب، تستخدم في الزراعه، انها تستخدم في الصناعه وهكذا. فده من اشهر الاجهزه الموجوده في مصر اللي هو جهاز شؤون البيئه. حتى بالمناسبه انا كنت امبارح موجود هناك في الجهاز ده. يبقى ده جهاز، ده الاساسي، ده او يعني اي حد عايز يتكلم عن جوده ميه في مصر لازم يكون الاساس هو بتاعه مين؟ جهاز شؤون البيئه. وطبعا ده اصلا منشا من قريب، يعني من 1900 حاجه و80 يعني، او 1990 حاجه زي كده يعني، ايه من فتره مش بعيده يعني. الحاجه الثانيه او اخر حاجه عندنا الاي اي اي، او الايروبيان انفيرمنتال ايجنسي، او منظمه حمايه البيئه الاوروبيه. نفس ما كان في منظمه امريكيه اللي هي الاي بي اي، في برضه منظمه اوروبيه نفس اللي بتعمله في امريكا. المنظمه دي في بقى منظمه ثانيه الموجوده في اوروبا نفس القصه برضه، بتوضع او بتحط كل القوانين والتشريعات الخاصه بمعايير او مقاييس نوعيه الميه. في حد عنده اي سؤال في الحته دي يا جماعه؟ حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ ما في اي حد عنده اي سؤال ممكن يرفع ايده. الدنيا واضحه صح؟ في اي استفسار؟ الدنيا سهله لحد دلوقتي، ما فيهاش اي مشكله. طيب انا دلوقتي هعمل ايه دلوقتي؟ احنا حتى يعني لو جينا نتخيل حاجه او مش نتخيل حاجه، احنا دايما بنشتري مثلا ازازه ميه مثلا نشربها. في حد مره مثلا بص على الغلاف الموجود بتاع الميه، الغلاف اللي هو موجود هنا، موجود هنا ده، في حد بص عليه قبل كده؟ احنا لو جينا عملنا زوم عليه وشفنا الجزء ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن حاطط لنا مجموعه من الخصائص او معاملات نوعيه الميه، زي مثلا الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، الكبريتات، الاملاح الزايده في الميه. ايه الحاجات دي كلها؟ دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن معاملات جوده الميه. دي خصائص كيميائيه او خصائص فيزيائيه موجوده جوه الميه. الارقام اللي هو حاططها دي عشان شركه الميه بتاعت نسله مثلا او اي شركه ثانيه عشان تقدر تقدم الميه دي للجمهور او للناس، لازم اكيد قرنه الارقام دي بالكود او المواصفات المصريه. لازم يكون قريتها عشان الميه دي تطلع او الناس ايه، الناس تشربها. فالموضوع ده موضوع مهم قوي، ان انا في شركه او عايز تنتج ميه هتروح تعمل تحليل لعينه الميه فتشوف كميه الكالسيوم قد ايه، كميه المغنيسيوم قد ايه، كميه الاملاح الذائبه قد ايه. بعد ما عرفت الكميه دي هتحاول انها تعمل معالجه، تقعد تقلل شويه في الكالسيوم، تزود شويه مثلا في الاملاح لحد ما توصل لرقم مظبوط. الرقم ده اللي احنا جبناه من مين؟ جبناه من الووتر كواليتي ستاندرد، او من المقاييس او المعايير اللي بتقيس نوعيه الميه او بتحدد نوعيه الميه. فمهم قوي ناخد بالنا من الحته دي. طب احنا بقى هندرس المعاملات كلها، هندرس معاملات او خصائص جوده الميه. طيب احنا قلنا لما جينا دلوقتي من شويه، لما جينا قسمنا الووتر كواليتي بارامترز قسمناها لاربعه، عفوا لثلاث بارامترز او لثلاث خصائص. حد فكره ايه هم؟ ايه هم الووتر كواليتي بارامترز، الثلاث انواع او الثلاث خصائص اللي احنا قسمناهم؟ فيزيائية وكيميائية وبيولوجية. ماشي يا محمد. عندنا في ثلاث انواع، عندي الفيزيائيه وعندي المفروض لسه هناخد الكيميائيه والبيولوجيه. طب حد يعرف يقول لي يعني ايه خصائص فيزيائيه؟ يعني ايه خصائص اللي يعرف يجيب لك ممكن يرفع ايده عشان بس ايه نعرف نجاوب عليه.
فيزيائية باشمهندس يعني ممكن مثلا أميزها أنا زي الطعم واللون والريحة مثلا. مظبوط يا محمد، ماشي. يعني ممكن بنقول على الخصائص الفيزيائيه، احنا عايزين بعد كده يا جماعه نرفع ايدينا بس، ماشي ماشي يا محمد، نرفع ايدينا بس قبل ما نجاوب عشان ندي فرصه للناس الثانيه تجاوب، ماشي. زي محمد طارق قال كده، ان انا الخصائص الفيزيائيه دي الخصائص اللي ممكن انا اعرف ابص عليها او اشوفها، الخصائص اللي ممكن تكون ملموسه او ان انا اقدر اميزها، اللي بتخلي الميه لها صفه جديده. زي ما قال كده مثلا، عندي مثلا الضوء، هنتكلم عنه دلوقتي، هل الضوء بيخترق الميه، درجه حراره الميه، الرائحه، اللون، العقاره، التي دي اس والتي اس اس، هنتكلم عنهم دلوقتي، اللي هي الاملاح او المواد الصلبه الذائبه او المعلقه في الميه. دي اول حاجه خصائص فيزيائيه. انت محتاج فيها ايه؟ محتاج تعرف يعني ايه خصائص فيزيائيه، ومحتاج تعرف كمان كل دول، ومش كل دول، هناخد بعض منهم، المهم اول اللي احنا ايه اللي بتسال فيه في الايه في الامتحان، او المهم ان انت تعرفه. برضه في ملحوظه يا جماعه، الناس تكتب ورايا الكلام ده، يعني انا مثلا مش كاتب هنا الخصائص الفيزيائيه يعني ايه، الناس تبدا تكتب ورايا مع قلم وورقه، تبدا تكتب الحاجات دي عشان مهم قوي لو اتسالت فيها بعد كده. طيب بعد كده عندنا حاجه تانيه اسمها الخصائص الكيميائيه. حد يعرف يعني ايه خصائص كيميائيه للميه؟ يعني ايه خصائص كيميائيه للميه؟ محمد انور، البي اتش بتاع المويه. بس هو دي الخصائص الكيميائيه الوحيده، ولا في حاجات تانية غير البي اتش مثلا ممكن يكون خصائص المياه؟ اللي هو يعني زي نسبة الامتصاص، اللي هو الكربون لما بيزيد الحموضية كربون، بتزيد. لا ماشي، يعني في كربون صح، في كبريتات صح، في كالسيوم جوه الميه صح، في مغنيسيوم، يعني في عناصر كتيره جدا جوه الميه. العناصر دي انا ما اقدرش اشوفها بالعين، بس هي داخله في تركيب الميه نفسه. يعني الميه نفسها، كوبايه الميه نفسها دي هتلاقي جواها ايه؟ الميه نفسها دي لو انا جيت قمت حاططها جوه المعمل، قمت واخد عينه منها، زي مثلا انت مثلا بتروح تحلل الدم مثلا، فبتشوف مثلا الدم ده جواه ايه، مثلا كوز الدم البيضاء قد ايه، الحمراء قد ايه، وهكذا، مثلا اسمه ده الانيميا قد ايه. نفس القصه، لو انا خدت نفس العينه دي بس ميه، رحت حللتها في المعمل، هلاقي ان الميه دي جواها حديد، جواها منجنيز. هل انا شايفه ولا هو موجود جواها؟ موجود جواها، فيها كبريتات، فيها املاح. الميه لو ما فيهاش املاح خالص دي على فكره مضره بالصحه برضه، يعني يبقى هي حاجات داخله جوه تركيب الميه نفسه، حاجه كيميائيه داخله جوه تركيب الميه، مركبات وعناصر بتخش او بتدخل جوه تركيب الميه نفسه. زي ايه مثلا؟ زي ما قال مثلا محمد انور، البي اتش مثلا، زي مثلا الاكسجين مذاب في الميه، زي الاملاح او الايونات، زي الملحيه او السلينيتي، زي التوصيليه، زي المغذيات احنا اتكلمنا عنها لما كنا اتكلمنا على حاجه اسمها الليفوفيكيشن المره اللي فاتت، اتكلمنا على الفوسفور والنيتروجين والمشكله اللي بتحصل جوه البيئه دي، من ضمنها برضه الايه دي يعتبر ووتر كواليتي بارامترز كيميائيه. عندنا حاجه اسمها البي او دي والسي او دي، هنتكلم عنها كمان شويه. عندنا حاجه اسمها الهيفي ميتالز، اللي هو الحديد والنحاس والمنجنيز، الحاجات دي، المعادن الثقيله او المعادن النبيله، المعادن دي برضه داخله جوه تركيب الميه. يبقى دي حاجه اسمها الكيميكال بارامترز، او الخصائص او المعاملات الكيميائيه. طيب اخر حاجه، المعاملات البيولوجيه. حد يعرف ايه هي بقى المعاملات البيولوجيه او الخصائص البيولوجيه للميه؟ زي ايه مثلا، او هي عباره عن ايه؟ لو حد عنده اجابه ده ممكن يرفع ايده. على فكره احنا يا جماعه، انا بس بحب ان احنا نتكلم مع بعض، انا مش بختبر حد والله ولا بعمل حاجه، انا بس عايزين ان احنا بدل ما ننام، احنا ممكن انا ممكن انام لو انا قاعد على شبه الهواء كده، هنام لوحدي، لكن لو بنتناقش مع بعض هلاقي الموضوع اسهل كتير. ايه بقى الحاجات البيولوجيه؟ او انت اول ما تسمع كلمه بيولوجيه دي، او حرب كيميائيه، او عفوا حرب بيولوجيه، ايه اللي دايما اول حاجه بتيجي في دماغك؟ حد عنده اجابه يعني ايه معاملات او خواص او خصائص بيولوجيه في الميه؟ انا كده كده منزل على فكره البي دي اف ده، حتى لو فتحته وفتحت المايك وقلت لي على الموجود، ما عنديش مشكله برضه على فكره، يعني عادي انت لو ضحكت عليا وقلت لي على البي دي اف الموجود ده برضه ما عنديش مشكله، بس اهم حاجه ان احنا نشوف فيه تفاعل من الناس. غير محمد طارق، محمد طارق التاني، محمد طارق عبد الله عبده، معايا محمد؟ اهو معاك يا باشمهندس. تعرف تقول ايه بقى الخصائص البيولوجيه جوه الميه؟ ايه الحاجه غير المواد الكيميائيه والمواد الفيزيائيه الموجوده جوه الميه؟ ايه الحاجات اللي بتعيش جوه الميه؟
حاجة بتعيش جوه المية زي ايه مثلا؟ بتعيش جوه المية؟ بتعيش ايه بقى جوه المية؟ البكتيريا مثلا؟ الله ينور عليك، البكتيريا، الفطريات، الفيروسات، الطحالب، النباتات، الاسماك، حتى السمك نفسه على فكرة مؤشر بالنسبة لي. حد يعرف يقول لي ازاي السمك يبقى مؤشر بالنسبة لي؟ يعني ازاي اقول للسمك ده المياه ملوثة يبقى عامل ازاي والمياه مش ملوثة يبقى عامل ازاي؟ محمد احمد المسدي، ممكن لما السمك على حسب هو عايش ولا لا، ممكن يكون الله طافي ينور لو عليك، صح كده، هي دي اللي انا عايز، دي الاجابه اللي انا عايزها. يعني السمك ممكن اعتبره ان هو خصائص بيولوجيه، ان انا هروح اتبع او هروح البحيره لو لقيت السمك ميت وطافي على السطح يبقى اكيد اكيد في تلوث، فده يعتبر انديكيشن او يعتبر دليل ان في تلوث بالميه، فاقدر اقول ان الفيش او الاسماك من الخصائص او المعاملات البيولوجيه. اي حاجه او اي كائن حي او اي كائنات دقيقه بتعيش جوه الميه اعتبرها اسمه ده خصائص بيولوجيه. يعني انا اللي بيحصل بروح اتبع واخد منها كوبايه ميه، الكوبايه دي اكيد جواها فطريات، فبشوف عددها قد ايه، جواها بكتيريا بشوف عددها قد ايه، اكيد لو البكتيريا دي زادت يبقى اكيد فيها في مشكله في الميه دي، اشوف لو الاسماك كتير ومفيهاش مشكله يبقى اكيد في الميه فيها تحسن، ففي برضه خصائص بيولوجيه برضه ايه نقدر نتكلم عنها. يبقى احنا محتاجين دايما ان احنا نعرف ان الميه فيها ثلاث انواع من المعاملات فيزيائيه خاصه بالشكل او اللون او الحاجات الظاهره قدامي، خصائص كيميائيه دي خاصه بالمركبات او المركبات عفوا او العناصر اللي داخله في تكوين الميه، معاملات بيولوجيه دي الكائنات الحيه الدقيقه او اي كائنات حيه او نباتات موجوده جوه الميه دي بنسميها بيولوجيا. بيولوجيا دي يعني ايه؟ يعني بتعيش بتتنفس وعندها العمليات العاديه اللي هي بتاعت الكائنات الحيه دي بنسميها بيولوجيكال بارامترز. طب انا محتاج ايه بقى بعد كده؟ محتاج ان انا اي عنصر من العناصر دي مثلا بي اتش، مثلا تربيتي، مثلا بكتيريا، اي واحد من الحاجات دي محتاج اعرف عنه ايه؟ محتاج اعرف اول حاجه هو بيمثل ايه؟ او هو عباره عن ايه؟ يعني ايه بكتيريا اصلا؟ يعني ايه بي اتش؟ يعني ايه تربيتي؟ يبقى محتاج اعرف هو ايه؟ محتاج اعرف كمان اضراره، اللي هو زاد في الميه او قل في الميه، هل ده كويس او وحش؟ المصادر بتاعته هو جاي منين؟ ايه اللي بيخلي البي اتش يعلى وايه اللي بيخلي البي اتش يقل؟ مثلا يعني ايه اللي بيخلي العقاره تزيد وايه اللي بيخلي العقاره تقل؟ محتاج اعرف برضه ازاي اقدر اقيسه؟ طبعا مش كله كده، بس انا هديك الحاجات المهمه اللي انت محتاج تكون عليها. يبقى محتاج اعرف عن كل عنصر من العناصر دي، اول حاجه نوعه ايه؟ ممكن في الامتحان يسالك يقول لك البي اتش ده كيميائي ولا فيزيائي ولا بيولوجي، محتاج اعرف نوعه، محتاج اعرف تعريفه، يعني ايه هو عباره عن ايه؟ ايه المصادر بتاعته؟ يعني مثلا الصرف الصحي بيزود لي البي اتش ولا بيقلله؟ الصرف الصحي بيزود لي البكتيريا ولا بيقللها؟ بيزود لي العقاره ولا بيقللها؟ يبقى ايه الحاجات اللي ممكن تاثر وتخلي اي واحد من العناصر دي بالايجاب او بالايه؟ او بالسلب. الحاجه الاخيره برضو لو انا اعرف اقيسه مثلا بقيسه ازاي، او حتى كمان حاجه اسمها وحده القياس، وانتم فاكرين اليونتس اللي احنا خدناها قبل كده، عايز اعرف انا بقيسه بقد ايه. يعني احنا في مثلا البي اتش عباره عن رقم ملوش وحده دايمنشنلس، في بقى حاجات ثانيه ليها وحدات، ايه الوحدات اللي بقيس بيها القيم دي او المعاملات دي؟ هنعرف كل القصه دي دلوقتي. فهنبدا اول حاجه عندنا بالخصائص الفيزيائيه، يبقى عندنا في ثلاث خصائص هنبدا ندرس كل واحده من دول على قد ما نقدر. النهارده هناخد مجموعه منهم، لو ما لحقناش هناخد ان شاء الله الايه السكشن الجاي. فنبدا اول حاجه عندنا بالخصائص الفيزيائيه للميه. زي ما اتفقنا الخصائص الفيزيائيه للميه دي الحاجات او الصفات اللي بتميز الميه، حاجه ممكن اشوفها بعيني، حاجه تكون واضحه في الميه، بتغير من طعم الميه، من لون الميه، من ريحه الميه، دي ممكن اعتبرها خصائص ايه؟ خصائص فيزيائيه. اشهر خاصيه عندنا هي الووتر تمبريتشر او درجه الحراره. درجة الحرارة. أنا عايز الناس بس في الحتة دي يعني نصيحة من أخ ليكم، يعني ناس تجيب ورقة وتكتب معايا، لأن أنا هقول معلومات زيادة كتير عن الموجود في السلايد دي ممكن تتسأل فيها في الامتحان الميد تيرم أو الفاينل. طيب الووتر تمبريتشر ده أو درجة حرارة المية، يعني إيه درجة حرارة المية؟ درجة حرارة المية دي على فكرة أهم عنصر فيزيائي ممكن تقيسه في حياتك. يعني مفيش حد هينزل موقع عشان يروح يشوف جوده المياه بتاعت التبعه دي عامله ازاي الا ولازم يقيس الووتر تمبريتشر، حتى لو معاه
ترمومتر بتاع الاطفال ده، لازم يحط ترمومتر في الميه ويبدا يقيس درجه حراره الميه. يبقى اهم عنصر فيزيائي لازم اقيسه. لو انا نازل موقع مثلا وطالبين مني اقيس جوده الميه، ما ينفعش ارجع المعمل او ارجع الموقع بتاعي او ارجع الموقع بتاعي وانا مش قايس درجه الحراره. درجه الحراره دي الخاصيه الفيزيائيه اللي بتيجي عن طريق ان الميه بتمتص الحراره من الجو. احنا عارفين ان دايما حراره جسمك دي بتاخدها من الجو اللي عندك، لو الجو حر بتلاقي ان جسمك سخن وفي عرق وكلام من ده. نفس القصه الميه بقى، بس الميه كمان احسن من جسم الانسان في الحته دي. الميه من اكثر المواقع اللي ليها علاقه بالوسط المحيط بها. يعني لو الجو سخن هتلاقي الميه سخنه، لو الجو برد هتلاقي الميه برد. فالميه تمتص الحراره دايما من الوسط المحيط بها بفاعليه كبيره جدا. طيب درجه الحراره دي ثابته ولا بتتغير؟ لا، درجه الحراره دي بتتغير على حسب ايه؟ على حسب المناخ. انت عايش في اماكن بارده ولا حر؟ بتأثر بالفصول السنة، هل الدنيا ربيع ولا الدنيا شتاء ولا خريف وهكذا. الوقت، هل أنا الصبح ولا بالليل؟ يعني الصبح أكيد الجو تبقى مثلا في شمس، فيبقى درجة حرارة المية أعلى شوية، بالليل بتقل. الهواء، هل الهواء الجاي ده هواء في طيارات هواء سخنة ولا طيارات هواء باردة؟ والسرعة بتاعت الهواء عاملة إزاي؟ عمق المية، أنا كل ما أنزل تحت أكيد الضوء ما بيوصلش تحت، فالمية بتكون أبرد تحت. السريان نفسه، هل هو سريع تربيدتي مثلا ولا هو لامينار طبقي؟ ده برضه بيأثر معايا في درجة حرارة المية. طيب دي أول حاجة بالنسبة لي تعريف يعني إيه مية. طيب محمد طارق معايا؟ ده سؤال؟ لو سمحت يا باشمهندس، هو أنا عايز أسأل، هو هل هو يعني الووتر تمبريتشر ده مهم عشان هو حساس للتغيير، ولا يعني التغيير بتاعه ده بيسبب عدم دقة؟ لا بص، هو الاجابه الثانيه يعني ايه؟ ان درجه حراره الميه دي بتاثر في حاجات ثانيه كتير. يعني ايه؟ انا مش مهم اول ميه عندي تكون سخنه او بارده، بس السخن ده ممكن ياثر على بارامترز ثانيه فتزودها او تقللها. بمعنى ايه؟ لو درجه، وهنتكلم عنها كمان شويه بالتفصيل اكتر، لو درجه حراره الميه زادت قوي يعني الاكسجين المزاد في الميه بيقل، ولو قل الاكسجين المزاد في الميه الكائنات الحيه دي ممكن تموت. يبقى انا استنتجت ان انا لازم اقيس درجه الحراره كمؤشر، وعن طريق المؤشر ده اقدر اقول ان صح، ده درجه حراره عاليه قوي، فممكن الاكسجين المزاد في الميه مات، فعشان كده قل، فعشان كده السمك ده مات. يبقى درجه الحراره انا بقيسها لانها مهمه قوي بالنسبه لي كمؤشر فيزيائي، مهمه قوي بالنسبه لي. الحاجه الثانيه برضه، درجه حراره الميه دي مهمه قوي لايه؟ في ناحيه الشرب، من ناحيه الاسماك نفسها، ولسه نتكلم عن اهميتها. يعني السمك نفسه بيهرب او بيجري خالص من الاماكن الحاره او الميه السخنه. ان السمك مثلا لما يجي يعيش في الميه بيبقى مثلا عايز يعيش من درجه حراره 25 ل 32 درجه سلزيه، لو اعلى من كده او اقل من كده بيبقى في مشكله للسمك وهكذا. طيب فده اهميه ان انا اقيس الايه؟ اقيس درجه الحراره. طب انا بقيس درجه الحراره بايه؟ او ايه وحده القياس بتاع درجه الحراره؟ عندي فيه خمس انواع لدرجه الحراره، اشهرهم هم الثلاثه دول اللي احنا عارفينهم، ان هم السيليزيه والفيرنهايت والكلفن. كل واحده من دول اقدر اقيس عن طريقها درجه حراره الايه؟ الميه. احنا دايما نشتغل سيليزيه على اساس ان ده يعني اشهر، او اللي احنا في مصر بنشتغل درجه سيليزيه، عشان كده حتى الاختصار اللي انا كاتبه فوق ده دبليو، يعني اختصار كلمه الميه، ودرجه اللي هي الدرجه اللي هي بوينت دي ممكن تكون فوق شويه هنا، سي اللي هو ايه؟ اللي هو سيليزيز. حتى في الامتحان لو ما ادكش كلمه ووتر تمبريتشر دي خالص كده مش موجوده ومديك الرمز ده، فده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن درجه حراره الايه؟ الميه. احنا لو جينا بصينا على الصوره دي اللي قدامنا دي هنلاقي فيها ايه؟ هنلاقي فيها العلاقه ما بين الثلاث انواع، ما بين الكلفن، ما بين الدرجه السيليزيه، وما بين الفيرنهايت. يعني لو انا عايز احول مثلا من سيلزيوس لكلفن، بلاقي ان الصفر بتاع السيلزيوس ده بيساوي 273.5 كلفن. لو انا عايز احول من سيليزيوس لفيرنهايت اقدر اقول ان سيليزيوس بيساوي 32 درجه فيرنهايت وهكذا. درجه الصفر دي طبعا درجه التبريد اللي هي احنا مش عايزين نوصل لها، لان لو في تبريد الميه ممكن تتجمد، فبالتالي انا ما اقدرش اشربها اصلا. فالميه لو اتجمدت دي تعتبر يعني ضد ميه الشرب اصلا، فانا مش عايز اوصل الميه تتجمد، عايز الميه تكون في درجه حراره مناسبه. يعني مثلا درجه حراره مناسبه الانسان ممكن يشرب فيها الميه، يعني الناس بتقول يعني ان هي مفروض من 9، يعني من فوق الصفر دي من 9 لحد حوالي 15 درجه، دي افضل درجه حراره ممكن الانسان يشرب فيها الميه.
احنا طبعا ان درجه الحراره العاديه اللي احنا دايما بتبقى كويسه بالنسبه لنا 25 درجه. درجه حراره الجسم اللي احنا بنقيسها بالترمومتر عشان اعرف اشوف الواحد ده عنده سخونيه او عنده حاجه هي ايه 37. ليه انا بقول الكلام ده كله؟ بقول ان درجات الحراره بتاعت الميه دي تفرق معايا في كل حاجه. يعني احنا اتكلمنا ان ميه الشرب اللي بتبقى مظبوطه قوي من 9 ل 15. الاسماك عشان تعيش الصح انها تعيش من اول 25 لحد حوالي 35 درجه سلزيه. الميه لو زادت عن كده يبقى في مشكله، ممكن توصل للغليان، تبقى مشكله جدا بالنسبه للسمك لان السمك اتشوى جوه الميه. ما توصلش تبقى بتساوي صفر عشان ده يبقى في تجمد، فالاسماك ممكن تتجمد وهكذا. فدرجه الحراره دي مهمه جدا 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 للاسماك والكائنات الحيه وللعمليات المختلفه اللي بتحصل جوه الميه. يبقى احنا بنقول هنا كده ان الحراره او حراره الميه دي بتاثر على جميع العوامل الفيزيائيه والكيميائيه والبيولوجيه. اما ندرس دلوقتي بقيه الخصائص دي هنلاقي ان كل واحده من دول ايه اول حاجه بتغيرها هي درجه الحراره. اما تزيد ممكن تقل او ما تزيد ممكن تزيد على حسب نوع البارامترز دي. الحاجه الثانيه ان كل العمليات او التفاعلات اللي بتحصل جوه الميه، سواء عمليات التنفس بتاعت الاسماك، سواء كانت عمليه البناء الضوئي، سواء كانت عمليه الاكسجين الموجود في الميه، اللي بيأثر في مين؟ هو درجه الحراره. يعني كل ما درجه الحراره تزيد على فكره كل ما يحصل تفاعلات كيميائيه اكتر جوه الميه، كل ما يحصل عمليه بخ. يعني احنا مثلا متخيلين مثلا لو حصل عمليه بخ كتيره في الميه، ده هل ده في مشكله؟ اه طبعا في مشكله، ان لو حصل كميه بخ كتير في الميه الامناح بتاعت الميه هتزيد لان الملح هيتنيه جوه الميه. يبقى انا مش عايز درجه الحراره بتاعت الميه تزيد قوي. كمان لو زادت هتزيد عمليه التمثيل الغذائي بشكل كبير جدا، فده هتلاقي ان الاسماك محتاجه تتنفس او يبقى في كميه اكسجين عاليه، فالاسماك تنمو بشكل كبير. بس الزياده الكبيره دي مش حلوه قوي، لان زي ما احنا خدنا المره اللي فاتت لما اتكلمنا على الاثراء الغذائي او الاوتروفيكيشن، وقلنا ان ممكن في الاول يبقى في نمو كتير الاسماك، بس للاسف لو الاسماك دي ماتت هتتحلل فبالتالي هتسحب اكسجين اكتر، فبالتالي ممكن يحصل مشكله. يبقى انا لازم اهتم كتير جدا بموضوع درجه الحراره، لازم اقيسها عشان اعرف الحراره دي بتاثر على جميع الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه والبيولوجيه. في حد عنده سؤال يا جماعه في الحته دي؟ محمد احمد المسدي. طب دلوقتي هندسه، المايه دي لو درجه حرارتها علت او وطت وبعدين رجعت تاني للدرجه الطبيعيه، ده مش ما هيغير في، حضرتك قلت انه بيغير مثلا في، يعني في لو درجه الحراره زادت بيغير في التفاعلات وكده، هل ده مثلا ممكن ياثر معانا في المايه؟ بص اقول لحضرتك السؤال ده ممتاز جدا. بص هو اول حاجه يعني سبحان الله، طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون ده بقدر، يعني خلقه بحكمه بالغه وبدقه عاليه جدا. فالحمد لله احنا ما بنلاقيش ان الميه بتسخن فجاه ولا بتبرد فجاه. الميه من ضمن خصائصها المهمه قوي انها بتسحب الميه ببطء، عفوا بتسحب الحراره ببطء وبتفقدها ببطء. فبالتالي مش هتلاقي ان درجه الحراره دي زادت بشكل كبير جدا فاثرت على الاسماك او الكائنات الحيه، وما نزلتش بشكل كبير جدا فاثرت عليهم. لا احنا بنقول امتى درجه الحراره تزيد مثلا؟ احنا المره اللي كنا خدنا حاجه اسمها التلوث الحراري، فاكرين اللي هو الثيرمال بوليوشن، ده ممكن يرفع درجه الحراره بصوره كبيره قوي وفي ساعات قليله. ليه؟ لان انا في بقى ميه سخنه بصبها جوه الميه، فبالتالي ده ممكن يحصل حاجه زي كده. ممكن يحصل عشان التغير المناخي اللي بيحصل دلوقتي. يعني احنا سبحان الله الشتاء اللي عدى ده كان في ثلج بينزل صح كده، واحنا لقينا في كان في فيضانات او في سيول بتنزل، وفي الحر يعني احنا خلاص داخلين دلوقتي على يعني داخلين على اسوء امواج حراره هندخلها الشهور اللي جايه دي. يعني الصيف السنه دي هيبقى حر جدا. الحر ده او دورات الحراره العاليه دي، يعني انا فاكر حتى من 3 سنين مصر وصلت لاعلى درجه على مستوى العالم، كانت درجه الحراره 54 درجه مئويه في يوم كده من الايام يعني. فدرجه الحراره العاليه دي بتيجي سبحان الله، يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون ده بقدر، مش بنلاقي كل فترات الدنيا تبقى سخنه او ما سخنه ما فيها سخنه، لا بنلاقي في تدرج شويه في الميه دي. حالات خاصه جدا او شاذه جدا اللي بيحصل فيها ان درجه الحراره تزيد بشكل كبير او درجه الحراره تنزل بشكل قليل، مثلا نلاقي مثلا الدول اللي هي في القطب الشمالي درجه الحراره الميه بتبقى قليله جدا، ودي حاجات خاصه جدا مش كل العالم كله في نفس الايه درجه حراره الميه دي. تمام كده؟ في حد عنده يا جماعه اي سؤال تاني في حته درجه حراره الميه؟ مهم قوي ان نعرف درجه حراره الميه دي
ليه هي مهمه قوي او انا بستفيد منها ازاي، او يعني بستفيد منها ازاي، مقيس درجه حراره الميه دي ايه المهم قوي فيها بالنسبه لي. طب يا هندسه دلوقتي ده احنا بنتكلم مثلا ان هو ايه ده المصدر بتاع الميه، طب مثلا تمام. احنا لما بنيجي نعمل شاي او كده دي بتأثر ولا او اكل؟ ما هو كل ده بقى بغلي الميه. كويس، انا بغلي الميه عشان انا يعني بص دي ملوش علاقه بدي. ليه بقى؟ انت اول حاجه لما بتيجي تشرب الشاي ما تشربوش هو عند 100 درجه، انت حتى لو شربته عند 100 درجه يعني بقك هيتلسع، فانت مستناه يبقى شويه. الحاجه الثانيه دي مش الميه اللي انت طول اليوم بتشرب شاي، انت بتشرب ميه. لو واحد كل 5 دقائق شرب شاي ممكن يحصل له جفاف، صح كده؟ لكن لو شرب ميه عادي خالص مش مشكله، الميه كده كده الميه دي يعني مهمه جدا بالنسبه للانسان، فما ينفعش ان انا اقارن ما بين الشاي اللي هو السخن اللي انا بشربه مثلا كل فتره وفتره، حتى لما اجي اشربه بستنى يبرد واشربه، وبين الميه اللي انا محتاجها دايما عشان احيا بيها، عشان اعيش بيها واحيا بيها. يعني الميه دي هي اللي بتخلي الجسم يحيا، لان الجسم نفسه تلتينه ميه، ففرق جدا ما بين الحاجه دي وحاجه دي. وصلت المعلومه يا محمد؟ تمام يا هندسه. تمام يا محمد. طيب ده بالنسبه لدرجه حراره الميه. هناخد بقى بارامترز ثانيه مهمه قوي اللي هو التربيلتي او العقاره. ايه هي العقاره او التربيلتي دي؟ العقاره دي ده عباره عن او ده بارامترز او ده معامل بيقيس مدى درجه صفاء وضبابيه الميه، وده ممكن اشوفه بالعين المجرده. ازاي؟ يعني لو احنا شايفين الصوره اللي قدامنا دي ممكن اقول ان الميه دي صافيه، صح؟ رقم واحد. دي الثانيه دي يعني درجه الصفاء بتاعها قل شويه، او النقاء بتاعها او الضبابيه بتاعتها زادت شويه، والصفاء قل، الصفاء قل شويه والضبابيه زادت. دي ممكن اقول عليها لا ده اه لا دي عقبتها زياده سنه، لا دي عقبتها زياده خالص. يبقى التربيه دي ممكن اقدر اشوف بعين مجرد. هو عباره عن ايه؟ عباره عن مدى وضوح او صفاء الميه. هل الميه دي مثلا انا بروح اصيف مثلا في الساحل الشمالي فلاقي الميه ما فيهاش عقبه كتير فتكون ميه نظيفه مثلا، انا راح اصيف مثلا في مثلا يعني في جمصه مثلا ولا في اي حته مثلا ثانيه ممكن الميه ما تبقاش نظيفه شويه يعني، يبقى ممكن الميه يكون فيها عقبه. فهي دي القصه الفرق ما بين العقبه ان ايه درجه صفاء او ضبابيه الميه، وده ممكن اشوفه بعين مجرد. او ان هو على فكره حاجه ثانيه ان هو يعتبر زي مقياس ان الضوء اخترق جوه الميه ولا لا. بمعنى ايه؟ بمعنى كل ما تكون الميه دي فيها حاجات تخليها عكبه او تخليها فيها عقاره دي بيمنع ان الشمس توصل للمستوى اعلى. ليه؟ لان العقاره دي ايه السبب بتاعها؟ ايه السبب ان في عقاره اصلا؟ ان في مواد عالقه في الميه زي مثلا الطين، الطمي، الرمل، الكائنات الحيه الدقيقه، الاملاح، اي مواد موجوده في الميه بتسبب عقاره فيها. العقاره دي بتمنع او بتشتت الضوء او بتمتص الضوء، فبالتالي بتمنع ان الضوء يمشي لحد مسافات كبيره جوه الميه. فعشان كده بنقول العقاره دي بتمثل ايه؟ بتمثل مدى صفاء او ضبابيه الميه، او ممكن تقول عليها مؤشر لمدى مرور الميه جوه الضوء جوه الميه. كل ما الضوء مشى مسافه كبيره ده معناها ان الميه صافيه اكتر. ان في على فكره في بامتر ثانيه اسمها الوضوح او الصفاء بتاع الميه غير العقاره. وكل ما الميه اخترقت اكبر قدر كل ما تقدر تشوف الميه من جوه. يعني احنا مثلا لما بتروح مصايف مثلا ممكن تلاقي ان في شواطئ اما تمشي جوه الميه تقدر تشوف رجليك من تحت، تقدر تشوف رجليك من تحت يعني. طالما تعرف تشوفها يعني الميه اخترقت، عفوا الضوء اخترق الميه ووصل لرجلك فانت شفتها. لكن لو في عقبه انت مش هتعرف تشوف رجلك لان الضوء ما عرفش يوصل لحد القاع لان في حاجات شتتت او عملت امتصاص للضوء ده. يبقى دي بالنسبه لموضوع العقبه. طب بقيس العقبه ازاي؟ يعني زمان كان في حاجه اسمها الشيسي ديسك، وان شاء الله في اخر السكشن هبقى اوريكم فيديو على اليوتيوب بيشرح الشيسي ديسك ده. ايه هو الشيسي ديسك ده؟ ده عباره عن قرص بالشكل ده، قرص دائري بالشكل ده، متقسم اربع ارباع، متقسم بالشكل ده اربع ارباع، واحد اثنين ثلاثه اربعه. ايه اللي بيحصل لو انا عندي ده سطح الميه اهو وانا واقف هنا بمركب، مع مركب هنا كده وانا واقف هنا كده، بجيب القرص ده قرص عادي خالص وفيه خيط، الخيط ده مترقم او اقدر اعرف طوله يعني، واقوم نازل الشيسي ديسك ده جوه الايه؟ جوه الميه.
انا اعمل ايه؟ انا هبص على القرص ده، طول ما انا شايفه يبقى كده الميه لسه صافيه، طول ما انا شايفه خلاص يبقى زي ما هو عادي، انا شايفه لحد دلوقتي شايفه. اول النقطه اللي فيها ما بقتش شايف القرص ده، المسافه دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن العقاره، لان المسافه دي كل ما تقل كل ما فيها عقبه اكبر، كل ما تزيد طول ما يكونش فيه عقبه اصلا او العقبه قليله. فكانوا زمان لما يجي يقيسوا العقبه دي كانوا بيقيسوها بالجهاز ده، فبالتالي لما اجي اقيس القصه دي بقيسها بالسنتي او بالمتر على حسب طول الخيط ده اللي نزل جوه الميه. فعلى اساس ده بقدر احدد الميه دي فيها عقبه او لا، عن طريق ايه؟ عن طريق الجهاز ده، او عن طريق ان انا اقدر احدد الطول اللي الجهاز ده اخترق بيه الميه. ده كان زمان او قديما يعني. وعلى فكره لحد دلوقتي في ناس برضه بتستخدمه، لحد دلوقتي في ناس بتستخدم الشيسي ديسك. طب الحديث دلوقتي بقى ايه؟ لا، عملوا اجهزه الكترونيه، جهاز الكتروني يعني زي الاجهزه اللي احنا بنشوفها في المعامل دي. الجهاز ده بيقيس الكتيفيتي بس عن طريق وحده قياس اسمها ان تي يو، ودي بتيجي في الامتحان برضه. يقول لي ايه هو الان تي يو؟ ده اختصار لكلمه، نمسح الكلام ده، ده اختصار لكلمه اسمها نوفوميتر تيربيليتي يونت، او بنسميها وحده قياس العقاره النوفوميتريه. يعني ليس منها نوفوميتر، لان دي الطريقه اللي على اساس الجهاز بيشتغل بيها. الجهاز بيشتغل ازاي؟ دي عينه الميه، بجيب عينه الميه احطها هنا كده، دي عينه يعني، دي انا على فكره ده البلان يعني، البسمه دي ده البلان بتاع الايه؟ بتاع الجهاز. بحط العينه هنا كده، ده البلان بتاعها، وبسلط عليها ضوء. الضوء ده ممكن يكون ضوء جوه الجهاز نفسه بقيمه معينه في الضوء. احنا عارفين ان جوه الميه دي كده، اللي هي العقاره دي اللي جوه الميه دي، بقى في هنا جزيئات عالقه في الميه، ممكن تكون املاح، ممكن تكون طين، رمل، ممكن تكون بكتيريا. الحاجات دي اكيد بتعمل ايه؟ اكيد بتشتت الضوء، صح كده؟ اللي هيتشتت ده هجمعه على ايه؟ هجمعه على حاجه اسمها مرشح. المرشح ده بيعمل ايه؟ بيجمع لي كميه الضوء اللي اتشتت. على اساس كميه الضوء اللي اتشتت دي اقدر احسب حاجه اسمها الايه؟ الان تي يو. طب هنا سؤال، لو كميه الضوء اللي اتشتت كبيره ده يدل على ايه؟ ولو كميه الضوء اللي اتشتت قليله ده يدل على ايه؟ حد ممكن يجاوب؟ لو كميه الضوء اللي اتشتت كتير ولو كميه الضوء اللي اتشتت قليله ده بيدل على ايه؟ انا عاجبني جدا الناس انها تقف عليها يا جماعه، والله انا بحب القصه دي عشان اعرف الناس متجاوبه معايا. محمد سلمى جاوب قبل كده، مروان، محمد طارق، محمد سليمان، فضل محمد سليمان. محمد سليمان، لا مش محمد ابو مجد، محمد سليمان، محمد سليمان السباعي. محمد معاك. ولو كميه الضوء اللي اتشتتت كبيره تبقى ده معناه ان هو فيها عقاره كتير. الله ينور عليك، يعني الرقم ده هيكبر، صح كده؟ يعني خليك معايا كده، الرقم ده على فكره ده من 0% يعني، ال ان تي يو ده هو دايما من 0%. انت متوقع الصفر ده عقاره اكبر ولا ال 100؟ انا سامعك يا محمد، سامعك والله. المية يا باشمهندس. المية طبعا، يبقى المية ده كل ما الرقم ده زاد كل ما يقول ان في ضوء اكتر تشتت، عشان في كمية مواد صلبة شتتت الضوء. المية الضوء اللي بيعادي ده ما حصلوش تشتت عادي خالص، لكن انا بجمع بس الضوء اللي حصل له ايه؟ تشتت، فبحسبه عن طريق حاجة اسمها الان تي يو. طبعا لو الرقم ده بصفر دي معناها المية اللي هي المقطرة اللي ما فيهاش ايه؟ اللي ما فيهاش عقار. يبقى مهم قوي عندنا ان احنا ندرس موضوع العقارة ده. ليه بقى مهم قوي ندرس موضوع العقبه؟ لان انا لو عرفت ان الميه فيها عقبه كتير يبقى انا عارف ان فيها طمر كتير، فيها رمل كتير، فيها كائنات حيه دقيقه كتير. طب لو العقبه دي ممكن نعمل ميوت يا محمد عادي. العقبه دي لها مشاكل كبيره جدا، يعني لو العقبه زادت جوه الميه بيبقى ليها مشاكل كبيره جدا. من اهمها او من اكثر المشاكل اللي بتواجه دايما المهندسين بتوع المحطات المعالجه هي انها ممكن تعمل مشاكل تشغيليه في محطه المعالجه. لان انا مثلا بحط المعالجه دي بحط فيها مرشحات عشان ترشح الميه، لو العقبه كتير هتتسد المرشحات دي، فبضطر كل شويه اطلعها وانضفها واحطها تاني. فدي من ضمن المشاكل اللي بتحصل عندي. برضه عندي مشكله كبيره جدا في الاسماك، اللي لو في عقبه كتير دي بتسد خياشيم السمك، لو سدت خياشيم السمك مش هيبقى فيها تنفس، فبالتالي ممكن الاسماك دي برضه تموت لو في ايه؟ لو فيها عقبه كبيره. برضه من ضمن الحاجات المشكله جدا في عمليه العقبه دي انها بتغير حتى من طعم الميه. الكلام ده مهم جدا، ممكن ناس تكتبه برضه.
انها ممكن تغير حتى من طعم الميه، تخلي الميه طعمها مش زي الميه العادي، لا بتغير من الطعم بتاعها. طبعا يعني اهم حاجه واهم مشكله الانسان نقولها حتى انها حتى بتحجب الشمس ان هو ينزل تحت في الاعماق، فلو انا حجبت الشمس همنع عمليه البناء الضوئي، بالتالي ممكن الكائنات الحيه او عفوا الطحالب والنباتات تموت. فلو ما تحصل لها عمليه تحلل، التحلل ده بيعمل ايه؟ بيستنزف الاكسجين موجود جوه الميه، فممكن الاسماك تموت. يعني شوف التدريج بيحصل ازاي؟ طبعا مش بالصوره السريعه دي، بس ممكن يحصل على مدى كبير زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت برضه على الاوتوفيكيشن. يبقى مهم جدا، مهم جدا اعرف ان العقبه دي لها اضرار كثيره جدا، ليها درجه، ليها حاجه مهمه قوي على فكره، انها ممكن كمان ترفع درجه حراره الميه. لو في عقبه كثيره جدا في الميه ممكن ترفع درجه حرارتها. ليه؟ لان لو في كميه او في جزيئات زايدين في الميه، اشعه الشمس اللي جايه دي هتمتص بواسطه الجزيئات دي، فتتني درجه حراره جوه الميه فتره اطول، فبالتالي ممكن تزود من درجه حراره الميه، فبالتالي درجه حراره الميه لو زادت ممكن الاكسجين ايه يقل. التدريج ده مهم قوي ان احنا نفهمه، مهم جدا ان احنا نعرف التدريج اللي بيحصل ده. طيب هناخد بعد كده نوع تاني برضه من انواع الفيزيكال بارامترز، وهي ال TDS وال Total Suspended Solid. طيب انا هقول اسمائهم برضه، حد ممكن يعني يتشارك معايا برضه يعني نعرف برضه ايه الفرق ما بينهم. هو ال TDS ده، دي المواد الصلبه الذائبه جوه الميه، يبقى دي المواد الصلبه الذائبه، ذولف دي معناها الذائبه، ودي ال TSS دي المواد الصلبه المعلقه. حد يقول لي ايه الفرق ما بينهم؟ ممكن حد يقول لي ايه الفرق ما بين ال TDS وال TSS؟ ايه الفرق ما بين المواد؟ انا عارف ان انتوا لسه ما خدتوش المحاضره، بس انا متاكد ان انتوا ايه يعني شاطرين ماشي كده. فايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين المواد الصلبه الذائبه في الميه والمواد الصلبه المعلقه؟ وكمان سؤال بالمره عشان اللي هيجاوب برضه، ازاي اعرف الفرق بينهم؟ يعني ايه التجربه السهله البسيطه اللي اقدر يعني افرق ما بينهم؟ في حد تاني يا جماعه غير محمد طارق وغير محمد ابو المجد وغير مروان العريني، حد تاني فيهم ممكن يشاركنا الموضوع ده؟ انا مش عايز الناس كل، انا عايز الناس تصحصح معايا كده. محمد احمد حجازي، اتفضل يا محمد. المواد الصلبه المعلقه اللي هي زي الرمال والطمي والحاجات دي. الله ينور عليك. تمام. والسسبندد اللي بتاعت توتال سسبندد سوليد ديت اللي هي زي اللي هي بتاعت الكتله الحيه والحاجات دي برضه. لا دي واحده بس، انت قلت لي سسبند في الاول ان دي الرمل والطمي صح؟ ده سسبند معلق. طب الزولف بقى اللي هي زي ما في الميه اللي هي زي ايه مثلا؟ زي الاملاح والمواد. يعني دايما هفهم بين الاثنين دول، المواد اللي دابت جوه الميه اللي ممكن تتفاعل مع الميه دي بسميها تي دي اس، المواد الصلبه اللي جوه الميه. لكن ال TSS دي المواد اللي لسه موجوده او متعلقه جوه الميه، ما عرفتش تدوب في الميه. طيب ممكن حد يقول لي بقى، شكرا يا محمد، ممكن حد يقول لي ازاي اعمل تجربه بسيطه، تجربه عاديه، انا معايا كوبايه ميه وعايز اقيس عدد ال TDS وعدد TSS، اعمل ايه في الميه دي؟ يعني اعمل لها ايه؟ محمد طارق، مع محمد؟ ممكن استخدم الترشيح الهندسي. صح كده، يعني اعمل ايه؟ استخدم ورقة ترشيح ويعني اناء فارغ وصب المي. صح كده، يعني انا زي محمد قال كده ان انا ممكن اعمل ايه، اجيب اناء فاضي كده واحط هنا ورقة مرشح واجيب ميه، كوب ميه واصبه هنا كده. طيب اللي هيبقى هنا ايه واللي هينزل تحت ايه؟ هيبقى فوق العقاره واللي هينزل تحت الميه الصافي. يعني لا يعني اللي تحت ده هقول عليه تي دي اس صح كده، واللي فوق ده هقول عليه تي اس اس مظبوط؟ تماما صح كده، هو ده اللي انا بقول عليه، ان انا لو انا جبت ورقه مرشح وقمت حاططها، الحاجات اللي هتتعلق فوق اللي هي جايه من كلمه سسبندد يعني معلقه، ده بنسميها تي اس اس. لكن المواد اللي دابت جوه الميه ده بسميها ايه؟ المرشح، يعني الفتحه بتاعت المرشح ضيقه جدا، بس برضه عدى منها لان هو اصغر من فتحه المرشح دي او من فتحه المرشح نفسها، فبالتالي يعدي لان هو اصلا دايب جوه الايه؟ جوه الميه. شطار ما شاء الله، يعني ايه في تقدم كبير. ماشي يا جماعه؟ طيب ايه بقى هو التي دي اس؟ ده اللي هو عباره عن اجمالي او بنسميه اجمالي المواد الصلبه الذائبه، او بنسميها المواد الصلبه المذابه الكليه.
ده عباره عن ايه؟ عباره عن المواد العضويه والغير عضويه اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. احنا فاكرين احنا خدنا المواد المره اللي فاتت وقسمناها عضويه وغير عضويه، يعني املاح، حديد، منجنيز، طمي، طين، اي حاجه موجوده جوه الميه ممكن تدوب جوه الميه. لا عفوا عفوا، مش طمي وطين، اي حاجه جوه الميه ممكن تدوب جوه الميه، دي بسميها ايه؟ بسميها مواد صلبه، سواء كانت مواد عالقه في صوره جزيئيه او ايونيه. يعني ايه جزيئيه؟ يعني عباره عن، يعني مثلا عارفين السكر ده عباره عن جزيء بيدوب جوه الميه، اما بحطه جوه الميه هو اصلا جزيء، اما بحطه جوه الميه بيدوب، فده مثلا يعتبر جزيء. ايوني ده اللي هو الايونات، احنا عارفين طبعا درسناها في ثانويه عامه، ايونات اللي هو مثلا الصوديوم، ايون الصوديوم، ايون البوتاسيوم، دي عباره عن املاح برضه زي ما جوه الميه. لو انا جمعت كل الحاجات دي سواء مواد عضويه او غير عضويه بتدوب جوه الميه على هيئه جزيئيه او ايونيه، دي بسميها ايه؟ بسميها المواد الصلبه الكليه او المواد الصلبه المذابه الكليه. ساعات بنقول عليها برضه دي المواد الصلبه، المواد الصلبه اللي تبقت جوه الميه بعد عمليه التبخر والترشح. وليه ليه بقول عليها ماده صلبه؟ لانها هي اصلا يعني لو انا جيت واخدتها وكبرتها تحت الميكروسكوب او عملتها عمليه تحليل، هلاقي انها عباره عن جزيئات، جزيء، فكلمه جزيء دي معناها انها ماده صلبه. ده اللي اتبقى زي ما اتفقنا لما عملنا عمليه ترشح او عملنا حتى عمليه تبخر، المواد اللي هتتبقى جوه الميه دي بسميها ايه؟ بسميها تي دي اس. طب انا بقيس تي دي اس بايه؟ بقيسه بحاجه اسمها الملي جرام على اللتر او البي بي ام اللي هو جزيء من الالف. يبقى الملي جرام على اللتر يعني ايه؟ يعني لو انا عندي كده مكعب اهو، المكعب ده عباره عن لتر، التي دي اس قد ايه كملي جرام من اللتر ده؟ متخيلين الصوره دي؟ يعني ده كده يعتبر ملي جرام، ايه علاقته بالنسبه لللتر؟ هو ده مقياس التي دي اس. يعني مثلا لو قلنا مثلا 2 ملي جرام على اللتر، يعني في 2 ملي جرام، يعني تعرف تتخيل يعني ايه ملي جرام؟ يعني مش جرام، لا ده انا هقسم الجرام على 1000 كمان. هو ده كميه المواد الصلبه الموجوده في لتر واحد من الميه، هو ده الملي جرام على اللتر. طب ايه هو البي بي تي ده؟ او عفوا البي بي ام، هناخد بعد كده حاجه اسمها بي بي تي. ايه هو البي بي ام؟ البي بي ام ده بنسميه جزء بارت بير من المليون، من المليون، جزء من المليون. لو انا جبت مربع كده يا جماعه كده وقسمته المليون جزء، قسمت ده عباره عن مليون مربع، كم عدد مربعات التي دي اس؟ هو ده البي بي تي، البي بي ام. يعني كام جزيء من المليون، من المليون قد ايه جزيء من المليون، كام جزيء من المليون؟ يعني الرقم بيبقى صغير جدا، يعني دايما متخيل كده ان الحاجات دي انا ما بشوفهاش في الميه لانها دايبه، طالما هي دايبه فهي عددها او حجمها بالنسبه للميه صغير جدا، بس ممكن تزيد على فكره، لو زادت يبقى فيها مشاكل كبيره جدا. الجدول ده مهم قوي. ليه بقى الجدول ده مهم قوي؟ ده بيوضح لنا فكره التي دي اس. بمعنى ايه؟ يعني لو التي دي اس ده رقمه صفر معناها ما فيش اي مواد صلبه دايبه جوه الميه، فده بنسميه الميه المقطره، اللي هي ما فيهاش اي مواد صلبه جوه الميه خالص، دي اللي احنا مثلا بيستخدموها مثلا في الاطباء مثلا في ايه، او الكيميائيين مثلا في المعامل مثلا. الميه اللي انت ممكن تشربها هي من متراوح من 1 ل 500. يعني لو في حد مركب عنده فلتر في البيت اللي هو الخمس مراحل او سبع مراحل، الراجل اللي بيجي يعمل صيانه او الراجل اللي بيجي بيركب لك الفلتر ده بيعمل ايه؟ بيجيب معاه جهاز كده صغير كده، الجهاز ده بيقيس تي دي اس، فبيشوف الميه اللي طالعه من الحنفيه بيقيس قد ايه، فمثلا بتطلع معاه مثلا 340 500 550، الفلتر بيحاول يقللها، بينزل لحد مثلا 90 او 80 على حسب نوع الفلتر اللي عندك يعني. بس الميه العذبه اللي انت ممكن تاخدها وتشربها او تحليها وتشربها، تعمل عمليه تحليه يعني، من 1 ل 500. غير كده بقى لو كبرت عن 500 بتبقى ميه مالحه او ميه مسوسه، مسوسه دي يعني ملح نص نص، ملح ده يبقى ملح زياده. طب احنا عارفين ان البحر الميت ده اثقل ميه موجوده في الارض. ليه هو اثقل ميه موجوده في الارض؟ ان الاملاح فيه عاليه جدا، فعشان كده الرقم بتاعه بيبقى ايه؟ بيبقى كبير جدا. يبقى الميه دي يعني قيمه الدي اس، الدي اس دي بتوضح لي المواد الصلبه، فبالتالي على اساسها اقدر اقول الميه دي ممكن اشربها او لا، لان الرقم بتاع الدي اس ده لو زاد عن حد معين صعب جدا ان اشرب ميه ان هيكون فيها املاح كتير، وطبعا لو فيها املاح كتير جدا ده بيسبب مشكله كبيره. برضه حاجه ثانيه برضه، الدي اس ده بيأثر على السمك. يعني الرينج اللي هو ما بين 500 اللي احنا لسه قايلين عليه دلوقتي لحد 500 ده يعتبر مناسب جدا للاسماك. لو الرقم ده زاد شويه بنلاقي السمكه دي تحس انها يعني تعبانه كده او مريضه، مش زي السمكه دي. فنفس القصه برضه، التي دي اس نفسه بيأثر برضه على الاسماك، لان لو زاد نسبه كبيره جدا برضه ممكن يقفل خشيم الاسماك
فبالتالي ما ينفعش يحصل عمليه الايه التنفس بتاعه الاسماك. ده بالنسبه للتي دي اس. طب بالنسبه للتي اس اس زي ما اتفقنا دي بقى المواد المعلقه، المواد اللي تنتها او اللي انا اقدر ممكن اشوفها بالعين اللي هي موجوده جوه الميه، ولو عملنا عمليه ترشح او عمليه تبخر هتبقى موجوده موجوده معلقه في الميه. فدي جسيمات ما تمش اثابتها جوه الميه وتم احتجازها بواسطه ايه؟ بواسطه المرشح زي ما احنا كلنا قايلين من شويه. نفس القصه برضه وحده القياس بتاعها هو الملي جرام على اللتر او البي بي ام، هو نفس الرقم يعني لو في الامتحان قال لك 5 بي بي ام هي 5 ملي جرام على اللتر. يبقى احنا بنقول مهم قوي كده ان المواد الصلبه المعلقه دي برضه لازم ما تكونش موجوده بصوره كبيره جدا في الميه، لانها لو موجوده بصوره كبيره جدا في الميه بتسبب تلوث الميه. زي مثلا ايه؟ زي ان انا هتسد المرشحات بتاعت تحيه الميه، هتزود من كميه الاملاح اللي جوه الميه، فلازم احافظ على قيمه الاس وقيمه الاس اس بنسب معينه جوه الميه. ده بالنسبه للتي اس والتي اس اس. هو كفايه كده عشان ما نكونش يعني ايه يعني خدنا كلام كبير. المره الجايه ان شاء الله هنشرح بقيه البارامترز اللي هي الكيميكال بارامترز والبيولوجيكال بارامترز ان شاء الله. لحد كده في حد عنده اي سؤال؟ بالنسبه للشيت يا باشمهندس كده احنا هنعمله ولا نستنى بقيه البارامترز؟ لا هنستنى ان شاء الله بقيه البارامترز. من جد ماشي. انا بحاول اتغير معاك اهو عشان بس ايه الاقي في الاخر ايه في مجهود بيبذل منكم يعني ايه يساوي المجهود اللي انا برضه ببذله معاكم. وانا متاكد من ده على فكره، متاكد ان انتوا ان شاء الله يعني ايه هترفعوا يعني وش يعني هترفعوا راس ان شاء الله يعني باذن الله. قبل بس ما اخلص الحته دي انا هسال سؤال برضه عشان برضه السؤال ده جه في امتحان قبل كده. هو حد يعرف يقول لي ايه الفرق بين التي دي اس وبين العقبه؟ الفرق ما بين التي دي اس والعقبه ايه الفرق؟ يعني هل التي دي اس هي العقبه ولا مختلفين عن بعض؟ حد عنده اجابه؟ محمد او المجد، اتفضل يا محمد. تي دي اس دي مواد ذايبه في الميه بس مش شرط انها تعمل لي عقاره، يعني هي ممكن تبقى مواد ذايبه شفافه. الله ينور عليك، صح كده. وطب العقاره بقى لازم تكون الماء الكهربائيه هي وجود بقى يعني شوائب في الميه هي سببت ان في كسر الضوء او انكسار فمش فعامل لي اعاق في الله ينور عليك. هو ده الفرق، ان تي دي اس بيقيس كميه. تي دي اس عندي هنا بيقيس كميه، بيقيس عدد، بيقول لك كميه اهو، بيقول لك اجمالي يعني عدد، يعني بيقيس كميه المواد اللي جوه الميه. لكن التربتن بيقيس كميه على فكره، هو بيقيس التشتت بتاع الضوء اللي حصل قد ايه. بيقيس هل في عقار، يعني هل في مواد سببت عقار ولا لا، لكن ما بيقيسش كميتها قد ايه. هو بيقيس بس الوضوح او الضوء اللي دخل جوه الميه حصل له تشتت او امتصاص عامل ازاي. فبالتالي العقار دي هي ما بتقيسش كميه او حجم المواد الصلبه زي 3 اس، لا دي بتقيس بس امتصاص الايه؟ امتصاص الضوء. وممكن على فكره المواد زي ما قال محمد دلوقتي، المواد اللي تي دي اس دي مش شرط انها على فكره تمتص الضوء، او مش شرط انها تشتت الضوء، لا ممكن يكون عادي يعني ممكن يكون في ميه صافيه جدا على فكره وجواها املاح كتيره. يكون ميه صافيه جدا وجواها املاح كتيره، جواها تي دي اس وما فيهاش عقاره اصلا، يعني ميه ما فيهاش عقاره بس تي دي اس بتاعها ايه؟ عالي جدا يعني. ماشي كده؟ زي لو انت جبت مثلا شويه ملح حطهم جوه ميه وقلبت كتير جدا، الميه ممكن تنزل زي ما هي ما فيهاش اي حاجه، مع ان جواها تي دي اس كتير بس ما فيهاش ايه؟ بس ما فيهاش عقار. احنا كده خلصنا النهارده كده، انا مبسوط منكم جدا النهارده، مع ان طبعا اللي جاوب معايا بس هم 8 والباقي ما حدش جاوب معايا، بس ايه ان شاء الله يعني نامل ان الناس اللي بعد كده يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها استجابه ان شاء الله. نوقف بقى كده التسجيل.